ديت اه ف فدي صالح سليم طبعا بالظبط كده. ف كان ملعب صغير قوي فلما لعبنا بقى الملعب الكبير اللي هو كان اصلا التتش وملعب اللي هو الرمله اللي كان موجود هو ده كان الملعبين اللي في النادي الاهلي. فكنا لعبنا عليه 11 بقى. فلما جيت لعبت 11 لا لعبت بقى بطريقتي لعبت باسلوبي كسرت الدنيا كسرت الدنيا. فكابتن ابراهيم خلاص ندهني عشان بيجرب اللي بعدي فندهني خلاص انت موجود في الفرقه. من هنا بقيت في الفرقه الحمد لله ودخلت على المستوى ايه على طول يعني الحمد لله كمان ربنا وفقني دخلت مع فرقتي اللي انا جيلي بقى اللي كان كنت محظوظ ان انا في الجيل دوت يعني مع فرقتي وخدنا كل البطولات الجمهوريه اللي حققناها كلها ساعه ما دخلنا يعني يمكن مره واحده بس هي اللي خسرنا لكن كل البطولات خدناها الحمد لله في الجيل دوت. ومن هنا بدات اتعرف من هنا تاني سنه على فكره كنت كابتن الفرقه ودي كلمه لما تحصل انك لسه داخل على فرقه. طب ازاي تاني سنه كابتن الفرقه؟ كابتن مصطفى يونس اللي اختارني كنت انا باجي قبل الفرقه بساعتين ادخل اوضه اللبس مع عامل اوضه اللبس بنحضر التمرين لان الكابتن كان هو حاططني كابتن الفرقه فكنت انا بحضر الادوات اللي هننزل بيها الملعب لان احنا ما كانش في حد بيشيل معانا احنا اللي كنا بنشيل الادوات يعني فاحنا محتاجين كام كوره فالكابتن كان يبعت لي يقول لي احنا محتاجين النهارده مثلا 20 كوره فكل واحد يبقى معاه كوره وكل واحد بيبقى مسؤول عليها اسمه عليها القميص بتاعك الادوات بقى اللي هي الاقماع والاقماع الكبيره على حسب الشغل وبننزل بيها على الملعب. فمن هنا بدات اقول مين الخمسه اللي يشيلوا الحاجات ديت بعديهم يجي خمسه بعديهم كنا بنتناول ده مع بعض كلنا كنا بنشيل وكلنا بنساعد بعض. ومن هنا الحمد لله الشخصيه بتاعتي كانت باينه على الفرقه اللي هم كلهم حبوني كمان يعني الحمد لله كنت محبوب قوي في فرقتي يعني الواحد جه لسه السنه اللي فاتت تاني سنه بيبقى كابتن فرقه فالحمد لله ما كانش في اي زعل والفرقه دي كانت من يعني كملنا مع بعض لغايه سن 21 الاوضاع سنة. الاوضاع اللي هي الماديه يعني انا خدت من كلامك حضرتك بتقول ما كانش فيه غير ملعب التتش وملعب صغير وانتوا اللي كنتوا بتاخد الكور ما كانش فيه طبعاً. عامل كور زي ما احنا بنشوف بقى لنا السنين يعني في السنين اللي فاتت انت بقى لما بتشوف الفروقات الماديه دي يعني بتبقى بتقول ان انت لو كنت موجود مثلا دلوقتي كان هيبقى الوضع بالنسبه لك مختلف ولا 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 الوقت برضو الوقت بتاعك كان اكيد ليه جماله ورونقه يعني كل جيل وليه رونقه وحلاوته ومادته ممكن يكون الفتره دي مبالغ فيها شويه الاسعار يعني تقل شويه لان انت برضو لازم تقيسي لما تيجي تدي اسعار عاليه قوي تقيسيها بان انت الوضع الاقتصادي الحالي كمان حقيقي يعني معلش النهارده في يعني الارقام يعني ارقام كبيره جدا 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 فالرقم النهارده انا شايف السقف يبقى في حته معينه والحته المعينه دي لازم عشان اوصل له اكون بحقق دوري بحقق كاس بحقق منتخب بجيب بطوله يعني لازم تتقاس على مش كل اللعيبه مش كل اللعيبه تبقى زي بعض لان في النهايه في لعيبه بتحقق ده بتحقق بطولات في لعيبه ما بتحققش فما ينفعش يبقى كله بيتساوى زي كله عشان انا بحب هشام فبحب هشام لا اديله لا هي موضوع مش حب الموضوع لازم يبقى فيه سقف السقف ده نوصل له بحاجه كويسه لان برضو انت بتقيسي على الدخل على المستوى انت عايز تعيشي في حاجه كويسه لا برقم معين هتعرفي تعيشي لان انت بتمدي مثلا خمس سنين دول لما هتاخدي فيهم 200 مليون لا طب العب كوره ليه اصلا انا ممكن سنه وابطل انا عايز اقوله الارقام دي الارقام دي شيء ايجابي للعيبه الصغيرين مش ايجابي طبعا بصي هي بورصه عشان ما حدش يقول لك بس ان انا مثالي قوي بس اقصد حط سقف لان احنا في مصر الدنيا برضو معلش مش زي اوروبا لا في بورصه وفي حاجات كتير قوي بتتدخل وفي رهانات في حاجات كتير قوي انت ما عندكيش ده انت ما عندكيش رهانات يعني لو انا مش داخل رهان النهارده الماتش ده انا هكسبه هاخد كذا ما فيش ده حرام انت تقريبا حقوق رعايه مثلا لا حرام المراهنه حرام لا يعني اقصد الدخل العائد ليك من مثلا حقوق الرعايه من البطولات بس من النادي امكانيات النادي ده كذا فانا النهارده مش هقدر ابقى انا مبالغ قوي في الحاجات ديت فالسقف ده موجود النهارده لما انت النهارده عايزه تسكني في حته كويسه ماشي هتعرفي تسكني لو انت النهارده بتاخدي يعني 2 مليون جنيه في السنه هتعرفي اول سنه تجيبي بيت تاني سنه هتجيبي عربيه جامده ثالث سنه ورابع سنه وخامس سنه هتبقي مأمنه نفسك يعني الامور مش صعبه لكن لما النهارده انت بتقولي انا باخد مثلا 200 مليون في خمس سنين انا اخدت 200 مليون ثاني خلاص والدنيا على كوره ليه طب انا العب ليه بقى او على الاقل هدي لك اول سنه الثانيه بالراحه الثالثه بالراحه لما اجي اجدد هشد في اخر سنه عشان اخد رقم ثاني فاهمه لكن لا لازم يبقى في سقف السقف ده يتحط بليمت معين ما يعديش ال 10 مليون السقف ده يكون مرتبط بالفكر الاحترافي
طبعا ما هو فكر احترافي كله، هو كله احتراف بس لا فكر احترافي، الاحتراف الخارجي بمفهومه او بمنظوره الكامل يعني. والله يا نوران انا عايز اقول حاجه، انا في جيلي لما لعبت مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن شوبير وكابتن اسامه عربي وكابتن رضا عبد العال وكابتن علاء عبد الصادق وكابتن محمد رمضان، وانا مش عايز انسى حد عشان محدش يزعل مني، لكن كلهم نجوم، وهادي ووليد وياسر ريان وكل الناس اللي انا لعبت في جيلي معاهم، احنا كنا بنروح النادي اقسم بالله عشان احنا بنحب بعض قوي، بحب النادي قوي. انا كنت بروح النادي قبليها بثلاث ساعات لما لعبت في الفريق الاول، يعني ما انا ما عنديش حاجه، خلصت جامعه ففي الفريق الاول، فكنت بروح النادي قبليها بثلاث ساعات خلاص، بنقعد في النادي بعد التمرين ثلاث ساعات، بنقعد في النادي قاعدين في الجنينه، انا قاعد مع حسام وابراهيم ومع يعني مع حفظ الالقاب يعني، قاعد مع الناس كلها في النادي، عيله فاميلي قاعدين في النادي، الناس كلها بتيجي تصور معاك، الناس انت قاعده في النادي، بروح على النوم الا لو انا